أهلا بكم من جديد. استضاف الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة رجل الأعمال عبد الرحيم نقي وشريكه جوزيف شختورة في اجتماع عقد بنظام الاتصال المرئي عن بعد. وانتهز الدكتور ميرزا الفرصة لتقديم مخرجات الاجتماع واللقاءات التي عقدت في فترات ومراحل مختلفة مع الجهات الحكومية المختصة والمعنية بالعمل على تنفيذ مبادرة تحويل النفايات إلى طاقة المتضمنة في الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، الأمر الذي بيّن من خلاله الدكتور ميرزا اهتمام الحكومة الجاد والواضح للحد من آثار النفايات وتحويلها إلى طاقة تستثمر ويستفاد منها. من جانبهما أشاد كل من عبد الرحيم نقي وجوزيف شختورة بما تم عرضه من معلومات وافية وثرية تضاف إلى اهتمامهم كمستثمرين في مجال إدارات النفايات وتحويلها إلى طاقة. أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين على لسان رئيسها السيد سمير عبد الله ناس عن تقدير واعتزاز الأسرة التجارية والصناعية بالمملكة لقرارات مجلس الوزراء الاقتصادية مؤخراً، وثمن رئيس الغرفة قرارات الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس الوزراء وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في كل ما يتعلق بتعزيز آفاق التعاون بين الغرفة والحكومة الموقرة ممثلة بجميع أجهزتها ذات العلاقة. وأوضح أن تفعيل الدور البناء للغرفة والقطاع الخاص في خلق شراكة حقيقية وفاعلة بين الطرفين نهج ثابت دأبت عليه الحكومة والقطاع التجاري في مختلف الأوقات. استضافت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جمعية سيدات الأعمال البحرينية المصرفي خالد يوسف جناحي رئيس مجلس إدارة مجموعة فيجن 3 في لقاء مفتوح مع أعضاء الجمعيتين تحت عنوان دور البنوك في دعم وتطوير أعمال المؤسسات الصغيرة في ظل جائحة كورونا عبر تطبيق زوم. وأوضح سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن الأعمال والمشاريع الصغيرة من أكثر المؤسسات المسؤولة عن خلق فرص عمل وتوليد الدخل في جميع أنحاء العالم، وقد تم إدراك دورها كمحرك رئيسي لتخفيف حدة الفقر ودعم تقدم عجلة التنمية. من جانبه دعا السيد خالد جناحي المؤسسات الصغيرة إلى النظر في أهمية الاندماج فيما بينها لخلق كيانات أكبر تستطيع مواجهة التحديات التي تواجه السوق حالياً. وأكد جناحي على نقطتين بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية، وهما توافر إدارات متخصصة للمؤسسات الصغيرة لديها خبرة في السوق ومعرفة كبيرة بأوضاع هذه المؤسسات وطرق عملها، وأن قيمة الفائدة الممنوحة من البنك لهذه المؤسسات لابد أن تكون بين 2 و3%. كما وأشاد جناحي بدور صندوق العمل تمكين في الأزمة وقال إنه قام بعمل طيب في دعم المؤسسات الصغيرة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف عضو مجلس النواب رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعادة النائب أحمد صباح السلوم. مساء الخير سعادة النائب أحمد، وبداية حدثنا عن أهم مخرجات هذه الندوة خصوصا أنها كانت تركز على دور البنوك في دعم وتطوير أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مساء الله بالخير، وأشكركم على هذا الاستضافة وتركيز الضوء على المؤسسات الصغيرة وخاصة في اليوم العالمي لهذه المؤسسات. بس قبل لا أدش في الموضوع بس بغيت أوضح أن الجمعية دائما يعني تنظم فعاليات تواكب الأحداث، واليوم إحنا في ظل الكورونا والظروف العصيبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي بالكامل ارتئينا بالتعاون مع جمعية سيدات الأعمال أن تكون الندوة عن دور البنوك في دعم وتطوير أعمال المؤسسات الصغيرة. نعم. في ظل جائحة الكورونا، وطبعا استضفنا يعني الأخ خالد جناحي وهو مصرف في معروف عشان يفيدنا في هذا الموضوع، وكذلك يعني الحمد لله رب العالمين أن البحرين مهتمة للغاية بهذا القطاع والقيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب الجلالة
قدمت دعم كبير للقطاع بأكمله، سواء الحزمة السابقة التي غطت 3 شهور اللي هي أبريل يونيو ومايو، أو الحزمة الجديدة التي أعلننا عنها أمس في نفس اليوم الاحتفال العالمي باليوم المؤسسات الصغيرة والتي تغطي 3 شهور إضافية. فهذا كله يعني يعطينا صورة أن البحرين قيادة وحكومة مهتمة في هذا القطاع. طبعا يعني الندوة كانت جدا يعني كانت كثير من المعلومات اللي خرجت منها وكانت كثير من المخرجات. أول شيء كان دور البنوك مثل ما تفضلتي، أن البنوك هي لازم تأسس يعني إدارات متخصصة للتعامل مع المؤسسات الصغيرة واحتياجاتها، ليست بالاسم فقط، تكون لا، تكون أقسام متخصصة تقدم الخدمات حسب الحاجة، وأن يعني سعر الدينار البحريني مرتبط بالدولار، فاليوم سعر الفائدة على الدولار يقارب الصفر، فبالتالي هذا لازم يعكس أن هذه البنوك تنزل من معدل أرباحها إلى 2-3%، وما تعامل المؤسسات الصغيرة أن هي مؤسسة فيها مخاطرة فترفع عليها الأرباح. النقطة الثانية اللي طلعنا فيها كانت أنه هو دور المصرف المركزي، أنه طالبنا بشكل وصريح أن توجيه البنوك لدعم قطاعات المؤسسات الصغيرة والقطاعات الصناعية والزراعية والتقنية التي تساهم بشكل واضح في زيادة الناتج المحلي للدولة، وهذه قطاعات مهمة يجب التركيز عليها. تعتبر كذلك أستاذ المؤسسات الصغيرة مصدر الدخل الرئيسي للكثير من الناس، كيف ترى مستقبل هذه المؤسسات بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا؟ طبعا يعني هذا الشيء يعني أكيد أن المؤسسات الصغيرة لها دور مهم في الاقتصاد العالمي، وكذلك تلعب في الاقتصاد ما بعد الكورونا، هي بتكون المحرك الأساسي، وهذا الدور اللي دفع يعني منظمة الأمم المتحدة لتخصيص يوم الاحتفال بالمؤسسات الصغيرة، لأن الشركات والمشاريع الصغيرة من أكثر المؤسسات المسؤولة عن خلق فرص عمل وتوليد الدخل في جميع أنحاء العالم، وقد تم إدراك دورها كمحرك رئيسي لتخفيف حد الفقر ودعم تقدم عجلة التنمية. المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة توظف حصة أكبر من الفئات الضعيفة من القوى العاملة مثل النساء والشباب وأبناء الأسر الفقيرة، ويمكن أن تكون مشروعات متناهية الصغر والصغيرة في بعض الأحيان المصدر الوحيد لهذه العمالة في بعض المناطق بشكل عالمي. نعم. أتكلم على هذا النحو، فأن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة تصبح مصدر الدخل الرئيسي المسؤول عن توزيع الثروات في قاعدة الهرم الاقتصادي العالمي. يعني باختصار نقدر نقول أن هذه المؤسسات هي توفر وظائف حق أصحابها، كذلك توفر وظائف حق اللي يعملون فيها، وهي تمثل شريحة كبيرة من الاقتصاد العالمي والاقتصاد البحريني بشكل خاص. نعم، سعادة النائب أحمد صباح السلوم عضو مجلس النواب رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. أمازون تخصص 500 مليون دولار على شكل مكافآت لموظفيها. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1277 نقطة بانخفاض طفيف جدا، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية، وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 5,003,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 508,000 دينار تم تنفيذها من خلال 51 صفقة، وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار.
أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فنلاحظ أن جميعها أغلقت على انخفاضات متفاوتة باستثناء سوق أبوظبي للأوراق المالية التي أغلقت عند مستوى 4285 نقطة بارتفاع بنسبة 0.24%. وبالنسبة للسوق المالية السعودية فقد أغلقت عند مستوى 7224 نقطة بانخفاض بنسبة 0.87%. أما سوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2065 نقطة بانخفاض بنسبة 0.64%. فتح مجلس المناقصات والمزايدات مظاريف 36 عطاء لخمس مناقصات مطروحة من خمس جهات متصرفة. وتضمن جدول أعمال لجنة الفتح فتح 10 عطاءات لمناقصة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممولة من الصندوق السعودي للتنمية. كما تم فتح مناقصة لشركة مطار البحرين، وفي مجال النفط والغاز فتح المجلس مناقصة لشركة نفط البحرين بابكو. كما تم استلام ثلاثة عطاءات لمناقصة لشركة تطوير للبترول. وأخيرا تم فتح مناقصة لبنك البحرين للتنمية. حققت شركة ألمنيوم البحرين ألبا 23 مليون ساعة عمل دون أي إصابات مضيعة للوقت. وقال الرئيس التنفيذي لشركة ألبا علي البقالي إن ثقافة السلامة القوية تبنى مع الوقت ولا تأتي صدفة، وأنه بفضل التزامهم الثابت باتخاذ المبادرات اللازمة وعدم التهاون في جهودهم نحو السلامة استطاعوا تحقيق هذا الإنجاز. قالت شركة أمازون إنها ستدفع 500 مليون دولار على شكل مكافآت لموظفيها في الخطوط الأمامية وشركائها الذين يعملون أثناء أزمة فيروس كورونا. وأضافت أمازون في منشور على مدونتها إن الموظفين والشركاء الذين يعملون في شركة التجارة الإلكترونية حتى يونيو سيحصلون على مكافآت تتراوح من 150 دولارا إلى 3000 دولار. وفي نفس السياق قرر العمال في ستة مواقع لأمازون في ألمانيا الإضراب احتجاجا على بعض إجراءات السلامة.